مرحبا شباب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ معكن من إذاعة لاست ماينكرافت. اليوم بدي أشكر كل المتابعين اللي بتابعوني بهذا الفيديو. اليوم حبيت إني فرجيكن أسهل طريقة لنجيب مصاري بهالكليم بدون ما نهكرها. أسهل طريقة بهالكليم يعني فيكن تعتبروها تهكير قانوني. أول شي بدنا الريس كار، هاي السيارة الحمراء، وبدنا الهاي واي الطريق السريع، وبدنا اياها تكون قوية. هذا ما شايفين عندي يا ليفل 11 10 9 7. منبلش هيدي الارض. هاي الارض فيها ميزة انه المصاري كل مرة بيضلوا يكتروا مثل ما شايفين، يعني صاروا 300 425 500. مجموع الارض اللي بالارض اللي بخدهم كل شوي بيزيدوا، صاروا 500 525. هون مثل ما شايفين صاروا 580، هيك بيضلوا يزيدوا. انا واصل فيها 3550 متر، صار فيها 3000 بالارض. يعني كل ما امروا على مجموعة جيب 3000، شي كتير كتير حلو. قلبنا هاي اول طريقة. كمان الطريقة التانية لحتى نجيب مصاري كتير 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 من بالقلب، بنحط دق المون ونحط الموتوكروس بايك، وان هي الموتوسيكل يعني كمان بده يكون قوي. مثل ما شايفين الموتوسيكل بيطير بالهواء لانه ما في جاذبية بالقمر. لعيدة مثل ما قلنا هون ما في جاذبية، دغري منضل نطير ونتشقلب بالهواء وبجيب مصاري. هلا رح فرجيكم قد ايه رح اقدر جيب مصاري. مثل ما عم تلاحظوا كنت 76 تقريبا، يمكن والله مش ذاكر منيح، صرت 200. يعني بتجيب مصاري بشكل ما طبيعي. هو الطريقتين بيجيبوا مصاري بشكل مش طبيعي. مثل ما شايفين من هيدا الدق انا جبت جبت من هذا الدق 130000، 130 وصار معي 205. يعني صار في اشتري سيارة. هلا قدامكم رح اشتري الباص هيدا، لا الورا قدامكم عم بشتري. اشتريت الباص. بالفيديو الجاي اذا كان في دعم رح جرب الباص. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، بدي دعم والبطنية رح اعمله، بس انتو حطوا بكومنت او احكوني تويتر. باي باي.